بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا دعاة وئام وسلام ومحبة يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأبش اللي قال. إذا جاء المرسلون، آية كيف الكيفية هذه هي المشهد اللي مش يجينا في الآية الثانية. قال إذا جاء المرسلون، المرسلون ما هوش واحد وثلاثين وثلاثة، فما الرابع زاد من أقصى مكان لهؤلاء اللي قام. أش يقول ربي في شأن الأولين اثنين منهم؟ إذ ما قال واضرب لهم مثل أصحاب القرية، إذ هنا قالوا إذ أرسلنا إليهم اثنين، يعني هنا كما سيدنا موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام لفرعون الكلب اللي ألأم اللي قام، ورينا فيه ماذا مرينا. وحتى الآن المجال كلهم قاعدين يراوا ويكتشفوا بها أشياء جديدة لها علاقة بغرق فرعون وهامان ربما معه، والآخر تبلع من الأرض قارون قبل ما يتبلعوا الأخرين، وجنود فرعون الذين أفسدوا في كل مكان حيث قتلوا ذكور بني إسرائيل إلا واحد اجتباه ربنا سبحانه وتعالى لكي يحيا وفي قصر فرعون، وهذا نهاية الكيد لأعداء الله، كيد المولى ضد أعدائه. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، وهذه طبيعتهم التكذيب، حاجة جاية من الله دوفيس إذا تكذب. علاش؟ خاطر الشيطان ما عنده فاعل إلا ما يكون غالبانيزي، بلا حطهم مستعدين لرفض كل ريحة بلا إرسال ربنا. نعاود، إذ أرسلنا إليهم اثنين، ماذا كان موقف هؤلاء الظالمين لأنفسهم بعد حين إن شاء الله الرحمن الرحيم تتضح لنا السورة كما يجب أن تتضح، لأننا بصدد دراسة بعض آيات القرآن، والقرآن كله كلام الرحمن.